شرح تدابير ومزايا قانون المالية لسنة 2021 للمتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما تعلق بالتحفيزات الجبائية للمؤسسات الناشئة ومختلف العمليات المتعلقة بالتصدير، كان محور اللقاء الذي جمع وزارة التجارة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. الهدف الأسمى هو الوصول إلى ما سطره السيد رئيس الجمهورية أن نضعف التصدير على ما كان عليه في سنة 2020 على الأقل ب 2 أو 3 مليار دولار، باش يصل إن شاء الله بين 4 إلى 5 خارج المحروقات. كاين محور الشركات الناشئة، يعني لي ستارت اب اللي يعني حظاوا هذا يعني في قانون المالية هذا بمزايا عديدة. وكاين قطاع آخر وهو يعني كما قلت لكم الحاضنات لزانكوباتور أوسي اللي عندهم يعني استفادوا في قانون المالية. كاين محور هو السيكادي الأسكادي يعني كذلك اللي فيه يعني تحفيزات وفيه مزايا بالنسبة لقانون المالية 21. قانون المالية يأتي في مرحلة صعبة خاصة في ظل تأثير أزمة كورونا، وهو ما يتطلب العمل على التوجه للتمويلات السوقية والتقليل من الاعتماد على ميزانية الدولة. لابد أننا نمشي في اتجاه جديد، في نمط جديد، نمط للنمو ونمط للتمويل، نخرج شيئا فشيئا انطلاقا من السنة هذه من التبعية إلى الموارد المالية العمومية إلى الموارد السوقية. تحفيزات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار ورفع الصادرات خارج المحروقات حملها قانون المالية لسنة 2021، ما من شأنه المحافظة على التوازنات المالية للبلاد.